يوم بيلا وميلا كان كتير ضايق خلقون، وميلا من الملل قاعدة عم بترش مي. كنت عم فكر كيف بدي سليهم، فتذكرت المقولة اللي بتقول إذا عشتوا يوم كامل باللون الوردي مزاجكم رح يتحسن وتكونوا كتير مبسوطين. وقبل ما نبلش نهارنا باللون الوردي قررت حط مناكير باللون الوردي، وإذ وأنا عم حط بتجي ميلا. ماما هاتيني عصير، أنا بدي كمان عصير. بس الصغار ما بصير يحطوا مناكير. بس أنا بدي بس اليوم. أوكي ما بدي كمان هدول عصير. أساس إصبع واحدة بس حطينا لها إيد كاملة واحدة. حلوة. واو. ولحتى نبلش النهار باللون الوردي كان لازم ميلا وبيرلا يلبسوا اللون الوردي بالكامل. وهلا والله يا جماعة، اليوم ميلا وبيرلا رح يشتروا كل شي بيحلموا فيه بشرط واحد، انه يكون باللون الزهري. لون شو ميلا؟ زهري. زهري زهري زهري. اللون الوردي او الزهري. اليوم رح يشتروا اي شيء بيحلموا فيه. كمان رح نعمل تحديات بين ميلا وبيرلا باللون الوردي، فتابعوا الفيديو للاخير لتصوتوا مين رح يربح منهم. جاهزين نعمل تحديات باللون الزهري؟ يا ليتس جو ليتس جو. نطلع هلا فورا. هلا والله يا جماعه، اليوم الفيديو بناتي كثير زهري اليوم. بعد ما حد شارك معنا ولا انا مشاركه اليوم. مشاركه اليوم لميلا وبيرلا، بس انا وانت حنساعدهم. انا حاختار فريق بيرلا وانت فريق ميلا. انا مع ميلا حربحها. المهم يا جماعه، قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتابعوني على سناب شات وعلى قناتي وعلى انستغرام. ويلا خلونا تابعوها قبل ما تقتلني. تبلش. وانطلقنا لحتى نعمل التحدي الاول. حسام متحمس مفكر حاله رح يربح هو. والتحدي الاول هو انه كل وحده لازم تختار هديه لاختها باللون الوردي، وانتو الحكم ورح تحكموا مين هديته احلى. اوكي يا جماعة، وجينا على اول محل. رح نحاول ندور انا وبيرلا هلا بسرعة على هدية لميلا، وان شاء الله نتوفق. ما حنختار اي شيء، نختار شيء يكون كتير حلو مشان نسبق حسام وميلا. انا بس عم اروح على الاماكن فيها شيء باللون الوردي. شوفوا هذا شكله كتير حلو. لا بس ما بينفع. شوفوا شو لقيت. واو، هذول ميلا كتير بتحبهم. اكيد اكيد رح تفرح اذا هديناها اياهم. شو رايك بيرلا، هي او هي؟ باربي ولا يونيكورن؟ يونيكورن؟ بس كانه اليونيكورن لونه بنفسجي مش زهري، لذلك لازم نختار الباربي. اوكي بيرلا نختار باربي. خدي باربي. ليتس جو نلاقي شيء ثاني. لقيت هدية باللون الزهري. واو، ميلا بتعشق اشياء الرمل. خذي خذي اسكي لها اياها. اوكي هذا كتير حلو، ميلا بتعشق هيك اشياء بس مانو باللون الزهري. هذا كتير حلو. منيح ميلا واقفة بعيد لأنه رح تفرح عليها، هي أكثر هدية رح تحبها. أنا بقول أكيد نحن رح نربح لأنه لقيت أكيد الأشياء. هاي دري. ليتس جو. يلا. ليه بيرلا ما بتحط مكياج؟ لبيرلا ما بتحط مكياج صح؟ انا متعود اشتري لماما مو لبيرلا. وين احنا هلا؟ وين نروح؟ وين العب؟ وين العب؟
هونيك هونيك. يلا بدنا نذكركم انه بهذا الفيديو انتم الحكم، بدكم تصوتوا مين الالعابه احلى ومين نقى احلى، فانتم اكتبوا لنا بالتعليقات مين احلى لانه تصويتكم هو اللي حيربح الثاني. اوكي بدنا ندور على لعبه لونها بينك. يا حياخد هاي لونها بينك. هاي لونها بينك. هاي لونها بينك صح؟ نشوف هاي، شوفي هاي صحون ومعالق وكاسات كثير حلوة صح؟ لازم تنقوا شيء مناسب لعمر بيرلا كمان. ها كمان؟ ماما ديناصور ديناصور، هي بدها ديناصور. واو هاي كثير حلوة صح؟ ناخذها لبيرلا هاي؟ وإلي. اوه ماي جاد، اشتريت لك هدايا كمان. اشتريت لك شغلات لك وهي هي حنشتري لها لها. اوكي هاي خبلة لبيرلا. واو هذا كتير كيوت صح؟ تشتريها؟ ايه. بتعرفي شو هاد ميلا؟ كوناي. هاد شامبو. شامبو في شامبو. يا سكي. يلا حدا خشي كمان، اوكي تعي تعي. هاي صابون موي. هاي مانا بينك هاي، اوكي لو بينك كنا اخذناها. تعي. ما بدك تشتريها؟ شوفي. واو. هاي ما لونها بينك، بلا حد. هاي بينك؟ بتقلي لونها مو بينك. معقول أنا عندي عمى ألوان؟ شوفي هاي بصير، هاي بصير، أوكي؟ هاي فيها بينك شوي. يلا خذيها هي. فيها كمان بيربل. يلا. تعالوا نشوف أول شيء شو اختارت ميلا هدية لأختها. شوف. أول شيء شوف عرفت شو تجيب لها. نحن ضربنا على الوتر الحساس، شوفوا. بدها إياها فورا، هي بتحبها. ضربنا على الوتر. يلا هلا توسخ الفستان. صحة وهنا، شفتي كيف الهدايا؟ شفتوا يا جماعة؟ والله حلوة، شفتوا الذكاء؟ فكرنا بالكرش. مفيدة. فكرنا بالكرش. ما هو 100% زهري، ضحكتوا علينا شوي. لا بيمروا فيها زهري. واو يونيكورن كثير ماي، شوفي حلو بلا؟ اللهم كرشي. ماي فاضية، ماي فاضية تشوف كثير كيوت. هاي شامبو، شايفة قديش كيوت؟ حسب شو ريحته؟ واو. طيبة؟ طيبة؟ بيطلع هيك شكله حلو بالحمام مثل الصمدية يعني. كثير شكله حلو. واو شكرا ميلا، اعطيني لفة. كثير حلوة الهدايا. هدول هدايا بيرلا اللي اخترناهم أنا وميلا. شو لونه هذا اليونيكورن؟ بينك. بينك. شوفي الشامبو. مثل بيقول لك جحا جابها وجحا أكلها. جابت الهدية وأكلتها. شوفوا جابت الهدية. لا بس هي ميلا جايبة إلها ولأختها. ايه نحن حسبنا التنتين. طيب هلا صار وقت تشوفوا شو جبنا لكم انا وبيرلا. شو جابت هاي؟ اوه نلعب بالرمل. واو حلوة؟ هاي قصيت، هاي ستيكرز، شو هاي؟ هاي بدها تلون وتعمل مسابقات. واو. طيب حسام ورجيها، ورجيها الثاني، الثاني احلى. شوفي ميلا شو جبت لك، هدول كلهم محايات. تعي اقول لك شيء ميلا، اقول لك شيء. ليلى يا ماما ما حلوين. ني ميلا إذا قلتي ما حلوين باخذهم. ها ليلى ما حلوين، ما حلوين. يلا هاتون لك، هاتون أنا ما بدي أعطيكم هدية. لا والله حلوين حلوين والله، هي كثير حلوة. شوفي يلا ضل آخر هدية، هي بيجامة شورت وبلوزة لونهم زهري. والله أنا وياك فكرنا خارج الصندوق، أنا اخترت أكل وأنت اخترت اللبس. شايف أشياء مفيدة. حبيتي الأغراض اللي جبنا لك إياهم؟ يس كثير حلوين. ايه سو هي هي الهدية اللي جابتها ميلا لبيرلا. كمان شفتوا قبل شوي شو جابت بيرلا لميلا، فانتوا هلا عليكم تصوتوا بأول تحدي مين ربح ومين جاب أحلى هدية. جينا نتغدى يا جماعة، استراحة هاي. رولا بتقلي كيف حياكل شيء مو زهري؟ تعي ندور، بدنا ندور. في زهري فراولة. أول شيء طلبت، نحن جوعانين طلبت لنا الزهري. هلا دورنا، نحن مانا مشتركين. هاي تحكي. ميلا هاخذك. أخذها لميلا؟ وين أخذها؟ ها بوسة. ما شاء الله في بيرلا بتحبي. واو شوفي ميلا وبيرلا هي بس الكم انتو، وهدول قلنا انا وماما. اوكي ما عجبا ما عجبا. ميلا هاي سموذي الفراولة، المفروض لونها زهري. حسام ليش من جوا؟ من جوا زهري، من جوا زهري بس في كريمة. يلا دوقي لنا اياها. طيبة. والله بس حلوة شبية. اطلب لها لبن. طاقة صحية أكثر. خارج خارج بعد الخشب. ما طلع لها لبن، شو طلع لها؟ ما طلع لها. ليك لها. حسام الدجاج يعتبر زهري شيء؟ قبل الطبخ. قبل الطبخ.
خلص بيصير معنا مرقناها. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. التحدي الثاني لازم ميلا وبير لكل وحدة منهم تلاقي شيء لونه بينك أو زهري وتتصور معه، واللي بتتصور صورة أحلى هي اللي راح تفوز بالتحدي الثاني. هلا رحلة البحث هتنطلق. قفل الباب على بيرلا. بيرلا باي. شوفوا شوفوا شوفوا. شو بدك؟ فوتو. اه شوفي ميلا شو لقيت. واو محل كله زهري حجزنا. بس ما تدخل لجوا. الدخوليه مو مثل الطلعه. اوكي دخلنا مع انه المخلوع عم تقلعنا يا جماعه لانه حيسكروا قال 10 دقائق وبدي قال معكم 10 دقائق بس وانا مضطر اسكر فحندور على شيء زهري. ميلا لازم ناخذ شيء بس مع انه الهدف الصوره كان بس انه اوكي يا جماعه لقينا شغلات بتناسبني اللي مو بس لميلا لقينا اشياء كوريه ويابانيه. شوفوا شوفوا واو انا اكيد بدي اخذ تكليف حسام. واو والله كيف اشياء جديده والله شغلات شوفوا شهر. كل شيء كوري وياباني. بس قلنا جير ولقلنا جير. جاي هون. هلا ميلا لاول مره حتحاسب البياعة لحالها اوكي؟ تعالوا نشوف اذا حتنجح. يلا. هلا انت بدك تعطي خالي يورو. يا ميلا؟ يا. يا عرفت زكية؟ ياو اوه بيرلا كمان استرلنا ساعة ونص انا وبيرلا عم ندور على شيء زهري وما كنا نلاقي شيء. يا حرام شوفوا يا دوب بلاقي بنطلون حذاء معلش تصوري جنب بنطلون. فخطرت لي فكرة بما انه اشترينا اكلات باللون الوردي رح خلي بيرلا تتصور مع هدول الاكلات. واو شو رأيك بهالفكرة؟ كثير فكرة رهيبة. عنا كثير فضول عن هدول الاكلات الكوريه ما انا مجربينهم من قبل فهلا حنجربهم مع بعض. سمكه زهريه. سمكه واو شوفي اعطيني وخدي. لا اول شيء بدي ادوقها بيرلا. اول شيء ذوقيها إيه بيرلا العرض بيرلا. اوه شلون طيبه؟ دورنا يلا دور ميلا تذوقها. ميلا اكلت الدنم. طيبه؟ دور ماما شوكولاتة. شكلها طيبة. ما بتعطي حدا. ما بتعطي حدا حالك. حاطتني. يلا بسم الله. دوري. دور طيبة؟ طيبة. والله. تشبع أكلات الطفولة. دوري. معنا. طيبة. هلا هاي الموتشي هاي مو كورية هاي أكلة يابانية. رضوى وقتني إياها أنت. بس ما كانت بالفراولة. هاي أول مرة نجرب الموتشي بالفراولة. وهذا أصغر موتشي بشوفه بحياتي. واو ليش هيك؟ أنا بالعادة وقت بشتري ما بيكون هيك شكله. يلا بسم الله. في قلبها شي كريمة. طيبة. والله؟ ذوق. طيبة والله كثير. والله نكهة كثير جديدة علي رولا. اكو وحدة ثانية. كثير طيبة. اوكي وهي شو رولا؟ هلا هاي ما عرفت كورية ولا يابانية بس هي بسكوت بالكريمة. في كريمة؟ شوفوا بقلبها كريمة الفراولة. اوكي. فهي جبتها خصوصي شكلها خرج ميلا وبيرلا أكثر يعني. فما بدها ما اهتمت. ملتهيين بالسمكة. طيب يلا أنا حذوقها معكم. واحد اثنين. الكريمة عبارة عن حليب شوكولا شو هي؟ الكريمة يعني بتحسها نوتيلا بس مو نوتيلا. طيبة؟ هي أحلى شيء فيها هدول العواد هيك مكتوبة عليهم هيك بتحسهم غريبات. اكتشفت أوه كل واحد مكتوب عليه شيء. كل حيوان وشو اختصاصاته مثلا الأخطبوط عنده 8 أيادي. يلا بالتعليمية أول من شوف والله فكرة خطيرة. والله شكورين خطيرين. شو؟ مكتوب هون مكتوب 8 أرمز هذا الأخطبوط عنده 8 إيدين.
بالتحدي الثالث ميلا وبيرلا كل واحدة منهم مع دقيقة واحدة بالسوبر ماركت تشتري أشياء باللون الزهري. بيرلا معك وميلا معك، لكن بدقيقة واحدة اللي بيجمع أشياء أكثر هو اللي بيفوز بهذا التحدي. Let's go. هلا خلينا نشوف. حادث بسيط. حماس حماس. شو لقيته؟ لبن لبن باللون الوردي. اوه لا ولبن. فكر وقت كانت صغيرة كنت تشرب هذا. والله مساعدتك عم تشتغل ضدك. خلص الوقت، خلص 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 خلص. ستوب ستوب. لحقنا نشوف شكل عربيتنا كثير كيوت. اوه والله لحقتوا. يلا جاهزين، واحد اثنين بلش الوقت. حسام حسام وقفوا وقفوا، خلص الوقت خلص وقتكم. ما لقيتوا شيء؟ ما دخل. لا والله لقيته ماشي الحال. قليل قليل. لحظة تعالوا نعد تعالوا نعد. واحد اثنين هاي شو بنات ثلاثة أربعة. عبير لا شو لقيت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أوه بقطعة واحدة فازت. وهذا كان ثالث تحدي لليوم. ميلا وبيرلا اشتروا كل شيء بالسوق بيخطر على بالهم باللون الوردي، بس نرجع على البيت حنورجيكم الاشياء وانتو رح تكونوا الحكم. المهم رولا، الشغله مو بالعدد مين ربح بالسوبر ماركت، هذا التحدي مو بالعدد. لا انتو صوتوا مين اللي اغراضه اللي نقاها احلى ومفيده. ساعدتها لبيرلا واخترنا هاد الكاسترد عصير، وهي لبن، وهي بوب كورن، وهاد شيبس. يعني حاولنا ما كتير نجيب اكلات. انا كمان ما جبت اكلات، جبت ترافلز وشيبس وشيبس ولبن. اوكي يا جماعه رجعنا على البيت. هي غنائم اليوم، شوفوا كل شيء باللون الزهري والوردي. انتوا عليكم تحددوا بكل تحدي مين فاز. بس انا كمساعد لميلا فكتير لقيت صعوبه بموضوع الالوان. والله يا جماعه اللون الوردي كثير من اصعب الالوان، يعني لا اكل فيه ولا شغل، بس العاب العاب فيه. اوكي يا جماعه هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. ما تنسوا توصلوا هذا الفيديو ل 100,000 لايك منشان نعمل لون جديد. اكتبوا لنا اذا بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس. تابعوني صحيح على سناب شات، في مسابقات كثير. من فتره عملت مسابقه مكياج، كل فتره في مسابقه، وهلا في قريبا مسابقه ايفون، فانزلوا تابعوني على سناب شات. وهلا صار لازم نودعكم ونقلكم بحبكم كثير. Bye!